تحطيم شجره مورينجا. المورينجا قوي او البرون السمره بتاعتها. عايز تيجي هنا هات. بس هي دلوقتي في صيف شتاء، وهي بتخاف شويه من هنا. ده الورق بتاعها في الحجم ده يا باشمهندس؟ ايوه الورق بتاعها اهو. ايوه قدامك اهو، قدامك اهو، وبيكبر عن كده. يعني في الخريف بتبقى متساقطه الاوراق كده مش الخريف. مش ثابته، مش متساقطه، ثابته ثابته. وممكن لو في حته شمس بتبقى ثابته بس. ودي الانواع اللي هي اللي بتستخدم طبيا، دي بتستخدم طبي، بتستخدم للاستخدامات الطبيه. بص كده، كل منها كده، فيها الدغاغه بتاع ايه، بتاع الجرجير. بيقولوا فيها نسبه فيتامينات عاليه جدا، فيها فيتامين سي اكتر من 7 مرات البرتقال. وغير كده كمان فيها مواد حافظه بتاع دوت، مواد اكسده. يعني هي تعتبر بص مقوى عام، بيستخدموه كان في البتاع ده، هو في العلماء المصريين بيسموها شجره الخصب. شجره ايه؟ الخصب او الشباب. جنوب شرق اسيا خدها له ونسبها له. احنا استردناها تاني لان موجوده على المعابد بتاعتنا، موجودة ومن الفخر لنا ان الصنف اللي موجود في مصر نسبة المادة الفعالة فيه اعلى نسبة على مستوى العالم كمان. اصلها فين؟ نخش على النت يقول لك ده جنوب شرق اسيا. لا، اصلها مصر. وكانت بتزرع في الشوارع، يعني في مصر، في القدماء المصريين كان بيزرعوها في الشوارع، ولازم كل بيت فيه ديت مكوع عام، مكوع عام قلب، مكوع عام دم، مكوع عام عين، مكوع عام جنس، مكوع عام كلى. ده بتستخدم كمكوع عام. ليها شجرة المورينجا.